أهلا بكم. ما الذي يحدث في سوق أسعار النفط؟ أسعار عند مستويات تحت الصفر وعقود آجلة انهارت بشكل سريع، رأيناها أمس في أسواق الطاقة الأمريكية. هنالك أسباب عامة متعلقة بتخمة المعروض في سوق النفط العالمي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وحالة الإقلاق العامة في اقتصادات العالم. وهنالك أسباب خاصة بالسوق الأمريكي، يعني من بينها أن المضاربين والمشترين الذين استحوذوا على العقود الآجلة للنفط الأمريكي تم شرائها على أمل أن يحدث صعود في الأسعار ويحققوا مكاسب، ولكن بتواصل انهيار أسعار النفط وامتلاء منشآت التخزين على آخرها ساهمت في الانهيار الكبير في يوم أمس. هل لهذا تداعيات على الأسواق في المنطقة؟ بالتأكيد الإجابة نعم، في حال استمر هذا الانهيار، لأن أسواق النفط تتأثر ببعضها البعض. إذا رجعنا لاتفاق دول أوبك بلس الذي اتفقوا على خفض الإنتاج بمعدل 9.7 مليون برميل في اليوم، هذا الاتفاق لا يخدم أسعار النفط، هنالك فائض حوالي أكثر من 30 مليون برميل في اليوم، مما يعني أن بعد الاتفاق وبحلول الأول من مايو يكون هنالك فائض في السوق أكثر من 20 مليون برميل. هذه كلها تضع ضغوطا على المنتجين وتضع ضغوطا على اقتصادات دول المنطقة، خاصة دول الخليج التي تعتمد بشكل مباشر على في موازناتها على أسعار النفط. نحن ننتظر السوق في الأيام المقبلة، ولا بد أن تتخذ خطوات مباشرة من المنتجين لخفض الإنتاج أو أن يتم هنالك حالة لعودة الاقتصادات تدريجيا، خاصة الاقتصادات الكبرى في الصين وفي روسيا وفي أمريكا وفي ألمانيا، يعني عودة الاقتصاد بشكل تدريجي، ويمكن أن تساهم في زيادة الاستهلاك، مما يمكن أن يحدث يعني فارقا طفيفا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة. ولكن إلى أن يحدث ذلك تتظل الاقتصادات تعاني وتظل أسعار النفط في حالة حرجة خلال الأيام المقبلة. لمتابعة المزيد حول أسواق الطاقة تابعونا في لوسيل. شكرا لكم.